السلام عليكم. السلام عليكم استاذ اشرف. تفضل معايا. ابو علي، ابو علي من العراق. شيعي ولا سنة ابو علي؟ لا كيف شيعي. تفضل تعقيبك على كمال الحيدري وما ذكر في حلقة اليوم. استاذ اشرف، من ساعة حكيت بخصوص الواقفية والزيدية وال نعم. الو. نعم تفضل. ايه تفضل. عن امام موسى بن جعفر. نعم، موسى الكاظم. بالنسبة للواقفية، الواقفة. نعم. الو. اي وقفة عن امامة موسى بن جعفر. نعم. اي فاحنا الرواية اذا كانت قبل الامام موسى بن جعفر ناخذ بها، بس الرواية اللي كانت بعد الامام جعفر ما ناخذها عن الواقفية. يعني ايه؟ مش فاهم. معناته اذا كانت الرواية صادرة بزمن موسى بن جعفر الرواية صحيحة، بينما اذا كانت صادرة منين؟ يعني انت عايز تقول ان هم ثقة لحد الامام موسى بن جعفر يؤخذ عنهم، وبعد الامام موسى بن جعفر لا يؤخذ عنهم. اسمعني بس. لا يقول. طب سؤالي الاهم يا استاذ ابو علي، هل هم مؤمنين لحد الامام موسى بن جعفر ام غير مؤمنين؟ بالنسبه لموسى بن جعفر ما عنده مشكله. يا استاذ الفاضل، شوف سؤالي واضح. الذين وقفوا على امامه موسى بن جعفر، هؤلاء مؤمنين ام غير مؤمنين؟ حد موسى بن جعفر كان ما عندنا اشكال بامامته. يعني شوف سؤالي، سؤالي واضح. الذين، اسمعني يا استاذ الفاضل، الذين وقفوا على موسى بن جعفر كما قال النبختي وقالوا هو الامام ولم يمت وانه هو كذا كذا، هؤلاء مؤمنين ام غير مؤمنين؟ ايه جاوبني. ما ممكن سؤالك يقطع. ما هو لازم يقطع. تاني، انت بتقول الواقفين على موسى بن جعفر ليس في اشكال ان ناخذ عنه. سؤالي، الذين وقفوا على امامة موسى بن جعفر هؤلاء مؤمنين ام غير مؤمنين؟ قبل زمن موسى بن جعفر، في زمن موسى، الذين وقفوا عليه في زمنه وقالوا انه الامام ولم يمت، مؤمنين ام غير مؤمنين؟ لا، اذا قالوا الامام لم يموت هاي احنا صاعد اشكال. انا اشوف سؤالي واضح، الذين وقفوا على امامته وسميوا الواقفة مؤمنين ام غير مؤمنين؟ مؤمنين. حد موسى بن جعفر احنا ما عاد اشكال. ركز يا ابو علي، ركز. انا دلوقتي عايش في زمن موسى بن جعفر. اسمعني يا ابو علي عشان تفهم. اسمعني عشان انا عارفك تهت مني. أنا عارف السؤال خبطك شوية. أنا دلوقتي عايش في زمن موسى بن جعفر، ممتاز؟ ومات موسى بن جعفر. أوكي. وقلت إن موسى بن جعفر لم يمت. ماشي؟ فسميت إن أنا واقفي، هل أنا مؤمن أم غير مؤمن وأنا عايش أهو في زمن موسى بن جعفر وقلت إنه لم يمت؟ لا، إذا قال لم يمت صار إيمان، مشكلة بإيمانه. مشكلة بإيمانه؟ يعني مؤمن ولا غير مؤمن؟ سؤال بسيط، مؤمن أم غير مؤمن؟ غير مؤمن. شكرا ليك، هم دول الواقفة اللي أنت حاولت تجملها، جيت كحلتها عميتها، شكرا ليك. خدتوا بالكم هو عايز يروح فين يا إخواننا الأحبة؟ هو عايز يقول لك إيه؟ الشيعة إلى زمن موسى بن جعفر مؤمنين. لا يا حبيبي، دول سميوا الواقفة الذين نقلوا وقالوا أن إمامة موسى بن جعفر هي الأخيرة وإنه المهدي، هؤلاء هم الواقفة الذين انتم تنقلون عنهم. فكل من قال بانه هو الامام ولم يمت اسمه واقفي. عندك مؤمن ولا غير مؤمن؟ قال لك لا، غير مؤمن. خلاص انتهى، تاخذ عنه ازاي بقى؟ طالما انت نفسك حكمت عليه بغير الايمان، ازاي تاخذ عنه؟ فكل ما يرويه بعد ذلك خبر الفاسق على طول. اخواننا الاحبه.